زربان قاري خدام بلبيها مع كابي بلبي بلبيها. لقيت راسي في طريق مظلمة في أطفال شمع أحلامي دراما تا واحد ما حس بكلامي فين نعطي راسي كل نهار كان قاسي راهوما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سباب وجوعي ودتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هما سباب وجوعي ودتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي قدامي طريق ما من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي انتي جي النار وتانا نتوب وترجع ليا الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سباب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هما سباب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هما سباب وجوعي. زكريا طلع داكشي اللي درتي في جيبك. شنو درت؟ شي حاجه طاحت لياسمين هزيتها درتها في جيبك. طلع هداكشي اللي في جيبك. عرفتي هادي شنو؟ تهزت الحماله. الجيل هذا تاع حاجه ما كتخفى عليكم. اجي لهنا. الو ياسمين انت غادي عند صاحبتك رانيا؟ يا راك طيحتي طيش الحماله ديالها ملي كنتي خارجه طيحتيها في الجرده. صيفطوا لك مع زكريا الا كنتي باقا قريبه. ايوا صافي حتى ترجعي. اسمع انت هاد المرة اللي لقيتي شي حاجة ديرهاش في جيبك عطيها لياسمين. ايه دخل سوق راسك شوية دير في شغلك بعد على شغل العيالات. واخا لالا يلا سير شوف شغلك. واخا لالا فين غادي بيا هلال؟ فين غادي بيك؟ اه زعما ما عارفه والو. شنو عارفه؟ ها؟ باغا تقتليني. كيفاش باغا تقتلك؟ باغا تصفيها عليا. واش انت مريض في عقلك؟ علاش انا باغا نقتلك؟ داك النهار حفره في الغابه والباه دخل عندي صال الدار. كيفاش حفره الغابه؟ انت اش كتخربق؟ انت اش كتخربق؟ تخربق؟ انا غنشوف شكون اللي يخربق. شوف حل الباب خلينا نزرف حالاتي. حل لي الباب ملي كيحل هاد الزمر ملي كيحل هاد الشيء. حل عليا وحل عليا واك واك عباد الله خاطف لي. حل عليا علال حل عليا حل عليا حل عليا عتق الروح عباد الله عتقوا لي تلاحي.
معلو يا علال. كاين شي اخبار على اختك؟ نسولك انت على الوالد. اما لديك امك مالا الماء وخا شي مشكل خاصها تبقى لاصقه لنا فيه. انا وليدي غلط ضيعتكم تبع الخدمه وتامر وضيعتك انت واختك. صافي شوفوا كيفاش نصلحوا المشكل ماشي نزيدوا فيه. الوالد شي هذاك علال تيق به الله هو اللي مورا هادشي كامل. انا ما كنت باقي غنشوف داك بنادم ما بقيتش كنشوفه ملي مشيت عنده هاد المره هادي. شوف وليدي هذاك بنادم هذاك غير متفرباح شو حالته كي دايره ما باقيش تمشي عنده ولدي ما عندك ما دير به قد ما بعدتي من هذوك الناس غادي نشيك الله ولدي. شي ولدو انيس وهو ومري مراجي انا قول لي حاجه واحده علاش ما باغينيش نمشي عند البوليس؟ علاش غنمشي عند البوليس؟ ولو وقع شي مشكله تمشي في اختك مسكينه ما دايره والو. شوف بهذا ولدي منه الله يرضي عليك سلقى بخدمتك وانا غنتكلف بهذا الشيء. كيقول داك المثال اللي دار شي قمله في راسو يسرحها. خلينا وليدي نسرح هاد القمله هادي. يلا سير خدمتك. عرفت اش غدير الوالد؟ دير خدمتك حتى انا غندير خدمتي. فين غادي هذا؟ باينه غادي دير شي مصيبه عاوتاني. فين غادي بيا انت؟ فين غادي بيا؟ علال 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 بدي أديب كيف غادي مع الخدمة؟ الحمد لله الخدمة غادي مزيان. أنا فرحانة بكم للي خطيكم على بعضياتكم. يا ربي أمينة ماما توحشناك بزاف. أنا توحشتكم وما كراتش نبقى نجيكم حتى نطلع لكم في الراس. هي لا درتو شي وليد ولا بنية يعمر عليكم الدار. ماشي وقت هاد الموضوع ماما. ايوا وقته امتى؟ ما حدي انا بقى واقفه على رجليا وصحيحه شويه نربيه معاكم وحتى انا نفرح بيه ويقر العين. وصراحه لا توريا الاولاد دابا باقيين ما قادينش عليهم. دويت انا وياسمين في هذا الشيء و هذيك مسؤوليه بوحدها مازال ما وجدناش لها. ايوا تبارك الله وصلى على النبي بخيركم بخميركم وكيقولوا اللي تزاد كيتزاد برزقو يعني ما ناقصكم حتى شي حاجه. او لا ياسمين عجيب عنده الحق. شتي هاد الحفره المحجوبه اللي بيتيني فيها غادي تدفني فيها وحيه قصاحيتي رباتك الزرقاء. نودي نودي زيد ها رزقك تفنيه معاك. كيف جاتك الناس؟ انا نبت في البرد مش عارفين باك العافيه. خويا عندك شي شارجور؟ لا خويا ما عندناش. عرفتي شنو؟ دخلني الغابة من هنا. لا خويا حنا ما كندخلوش الغابة موين الطاكسيات. صافي حطنا غيرها.
الله يعاون. علال انتي الا حنيتي فيا البارح انا ما غنحنش فيك اليوم غنحرق ما كان هنا. علال انيس واش كيدير هذا انا جاي دير لنا جاي دير لنا علال اش كاين انت اش كاين شكون كاين في الغابه ماشي مهم جاوبني علال اش كدير هنايا شنو كاين ماشي سوق سير بلا ساعه اخرى انا راه ما غادي نمشي فين قول لي اشنو كاين اش من مصيبه كتوجد ما كانت مصيبه سوقك سوقي هذا لا اشرح لي شنو كاين ما كاين والو قلت لك انا بغيت ندخل الحبس انت سوقك دخل سوق راسك نخلي الشمايسان يقتلوني شكون هادو هلال ماشي سوق وغير بالعقل خليني نعاونك عليهم شوف هاد لافير ديالي انا بوحدي بوحدي هلال ملي خرجتي من الحبس قلت اي حاجه غادي نديروها غنديروها بجوج وحتى هادي غنديروها بجوج لا اللي غنديروه بجوج كنديروه وهادي ديالي بوحدي حيد هلال خليني والله هلال سير بلا بلا خرج السوق انا اللي غير بالاخر خليني نعاونك شوف هاد لافير ديالي انا بوحدي خرج السوق ديالي انا حتى هادي ديالنا بجوج لا هادي ديالي بوحدي علال الله يهديك علال سير بحالك علال حيد منك الله يهديك علال صافي ودابا حنا ما عندنا ما ندير سي كريم ونبقاو تابعينك حتى شوف انا دابا راه باغي ندرك زليفتي من هنا والبلان هذا حتى اللي حليتي لي عليه عيني خاصك تكملوا معايا انت كنتي راجل وهنيتينا حتى من داك خينا راك دابا ضيع مع راسك ناشط في اوروبا راجل ونص شاد المره ديال زقلتو وبغيت نجهل لا انت دابا كتبان راجل وهادي كنعطيها غير الرجال الا مشيت تكلفتي بيه ما يخصك تاخير الفيزا والفليس ديالك هما هنا ديال لاسيا الضربه راه ما تنوش الغبره حتى هنا يا سير عندك غتريب لنا الحفله عاوتاني تخبمش اش كاين اخي مالك اش اختي اش وقع لك فين كنتي في هاد الحاله هادي فين كنتي اش اختي اش زيد يا اختي سيدي مالك يا هلال هادشي مالك ما كاين هاد الحالة هادي فين كنتي كنت غنموت بوسطو علاش هلال كان غيقتلني جا عندي اليوم حدا الجامع جا عندي بالطونوبيل سحاب لي انا باغي يهضر معايا في داكشي اللي بيني وبينو عفط عفطة وحدة الغابة بغا يدفني في الحفرة اللي بغيتي تدفنو فيها بوسطوف باش عرفتي الحفرة كيفاش مهجوبة كنتي كتقوسي عليا ما كنتش باغي نستنط لكم بوسطوف عشيتو في طريقي انا مشيت عندو الفيلا باش ننبهو ونقول له حطي راسك ما لقيتوش لقيت دري واحد اخر فوق الناموسية ديالو وكريمو سد عليه في الحمام حتى هو كان غيموت معاه انا اعتقدت الدري خرجتو برا البالكون
علال كيسحاب لي انا اللي بغيت نقتلوه بسطف. داك الشيء علاش داني الغابه ينتقم مني. اش داك عندهم؟ يا قلت خلي لي انا، انا راه ما حدو كيدور وكيتنفس معايا مع هاد الحياه. كيخرج عيني. انا اللي عارفه ما غندير معاه. انا بزاف كفك مور هاد الشيء اللي طرا دابا. ما نقدروش نعرفوا شنو غادي يدير. اش غايدير؟ ملي حطيته فاس فاس ولا كيطلب فيا ما يبوس لي رجلي وعشمت حيت ما مولفش الكبده ما طاوعتنيش نقتلو. زكريا مالك خيات صوت؟ اش كاين؟ اجي تكرس شي كرسي حداي. مي محشوبة فاش كنكونو أنا وياك؟ كلية زينة. واخا لالا زينة. مالكي؟ اش كاين؟ مشيت عند أديب باش نهضر معاه. لبست حوايجي. ولكن ما قدرتش. سمح زينة بنيتي غنقول لك واحد الهضرة. شي في الدنيا هادي ما كنعيشوش جوج مرات، هي مره وحده كنعيشوها. ها اما بنيتي ديري فيها داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي غريحك، واما كوني وتسناي الموت. صعيبه مالك خويا عليا قلبك قولي اش عندك. ما عنديش با وما محشوبه. كبرت مع ماما وامي وتوحشت امي. ماماك؟ ماما الله يهديها. سمعنا بنيتي يا زينة، الأم كتبقى أم، أمك هي أمك، واخا دير اللي دارت، واخا تكون كيما كانتشي، واخا تكون دايرة خامية للباب، كتبقى سميتها أمك. إلا ما عجباتكش وما عجبوكش فعيلها، عطيها التيقار، بعدي منها وخليها دير اللي بغات. لوجه الله مره مره جي طلع عليها وروفي عليها باش ما تبقاش ضرها في خاطرها، وانتي سي ربي على هادشي اللي كدير غيكافي لك وغيجازيك. ما تهزيش في خاطرك، ما جاي غزين ان شاء الله. الو أنيس، نحلي ما عادش اليوم شوية مشغول. لا ماشي مشكلة، بغيت غير نقولك أنا بخير وعلى خير. تبغي نخرج نتعشاو؟ لا ما نقدرش دابا، أنا عند صاحبتي. واخا ولكن تعاودي علي. واخا نايلة، أنا باغي نوقف معاك فهاد المحنة اللي كدوزي منها. فرحت بزاف فاش قلتي حبستي داك السن. أنيس عافاك، مابقيتش بغيت نهضر على هاد الموضوع. صافي عندك الحق، نساو اللي فات ونبداو صفحة جديدة. يلا نخليك غنمشي الناس. صباح الخير. باي. داركو عرفتك غادي ترجع، ما تقدريش تبقاي بلا بها. غتعطيها لي ولا لا؟ ولكن إلا بغيتيها خصك ضروري تدي سلعة الكليان. قلت لك ما بقيتش بغيت ندير هاد الخدمة، عطيها اليوم نجيب لك الفلوس من بعد. هادي وتدي سلعة الكليان. يلا عطيها اليد. شوية عليك هاك بلا ما نوصيك، كليان يبقى على خاطره. يلا سيري.
مشات وتهليت فيها مزيان، وصيت حتى الكليان يتهلى فيها حتى هو مزيان. شك ما كليتي والو؟ كيفاش غدوز عليا وقتك ما كايناش في الدار؟ وانا لما جاي ماشي اكلي شويه عافاك. هيا دابا اختك خوها الدار وزيدها لي باك تا هو. مال بابا؟ انا ما فهمتش هاد النفس البارده وبنته بحال ما طاري والو. راك سمعتيني قلتها لي ديك المره، انا كيجيني مخبي علينا شي حاجه، داكشي علاش ما بغيتش يمشي للبوليس. اش كتقول يا اديب؟ كيفاش عارف شي حاجه؟ اش هاد الهضره كتقول فيها؟ انا اللي عارف علاش كنهضر، وقيل لا عارف كاع شكون اللي مورا هادشي كامل. باقي ما تاكدتش. دايما بنتك ما نعرف راسي اش غندير. غير بشوية عليك الزين، الليلة باقية طويلة. اشنو عاوتاني؟ غتمشي وتخلينا؟ خليك معنا واحد شوية. لا سمح لي خصني نمشي. ماشي هادشي اللي دار معنا داركو. قال لنا هاد المرة غتبقاي معنا. خليك معنا، الأسوار عاد غدا تبدا. ألو أنيس. ألو ياسمين. لي عيطت لك فهاد الوقيته. وي صافا ما كاين حتى شي مشكل. ياك لاباس. بغيت نقول لك راه عرفت فين كاينه نايله. بغيت نقولها لاديب وما قدرتش. ما عرفتش شنو ندير. علاش ما قديتيش تقوليها لخوها؟ حيت البلاصه اللي كاينه فيها خايبه. خفتو لي يعيرها ولا يضربها ولا يدير لها شي حاجه. بلاصه خايبه؟ فين شفتيها؟ ما عرفتش انا، غير قالوا لي. المهم انا نصيفط لك لا لوكاليزاسيون وشوف انت شنو غدير. واخا صافي انا غادي نشوف. جبد شكون لي مصيفتك؟ شكون لي مصيفتك؟ محجوبة؟ شكون محجوبة؟ كون عرفت واحد سميتها محجوبة غادي تقول لي ما شكون لي مصيفتك ولا غادي نجيب لي الترك صحة حطلق عندي الضيقة طلق هنقول 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 مشاو صحابك. بقيت غير انا وياك. علاش كتسول على صحابي؟ حتى انا خصني نمشي سميت. اجي بركي الارض. فين غادا؟ باقي الحال. ولا عندي ما يدار ما نقدرش نبقى. انا اللي كنقول ماشي انت. بركي هي بركي. مابقاش نعاود هضره. انا حاط فلوسي. بركي الارض. ما تقربش مني. كيفاش ما تقربش منك؟ بركي الأرض بركي الأرض طلق مني طلق مني طلق مني ليه ليش كديري هنا؟ جلس
ادخل لغلاصتك مع الجلسة. سهلة المهمة. ما جايش نسعى وليدي. اش كاين؟ خير واحد السيدة كطبها الوالد. سير الله يسهلك بلاصة أخرى. عندك شي صرف؟ ما عنديش. بحال هاد النوع ديال صدقتي لها تبقى نبتها لك هنايا، غتولفها. ونهار ما صدقتهاش ولي خايب. دخل أودي دخل. سير الله يعاونك سير. سير أودي سير. هاد النوع أنا كنعرف له. لقيت راسي في طريق مظلمة فيها طفات شمع أحلامي جوجوجو دموع دراما تا واحد ما حس بكلامي فين أعطي راسي كل نهار كان قصيرة هما سباب تزادوا في جراحي وجوهي لك وجوعي بدتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي بدتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي امتي جي النهار وتانا نتوب وترجع لي الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سبب تزادوا في جراحي وجوهي سبب وجوعي بدتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي بدتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي
سبب وجوعي وجوهي سبب وجوعي بايخ زربان قاري خدام بلبيا مع كابي بلبي بلبيا.